موعد السودانيين مع وقف نهائي للقتال يبقى مؤجلاً، وكفة الرصاص لا تزال هي الأرجح على الأقل حتى الآن. المشهد في العاصمة يبدو مخيفاً، محل أقفلها أصحابها بعد نفاذ المواد الغذائية الأساسية منها وتوقف أسواق الجملة عن العمل، ومحل البقالة القليلة التي لا تزال تعمل تكاد تخلو من البضائع والمتوفر منها تفوق أسعاره قدرة المواطن العادي. المعاناة حاصلة يعني من كل الجهات، لا كهرباء لا موية لا سوى خضارات يمكن نشجع نجي هنا، والخبز هو زي ما انت شايف بنقفل ما قال من 40 دقيقة، من 40 إلى 60 دقيقة عشان تقدر تشيل لك 10-20 عيشة، فهو الحمد لله حامدون وشاكرون رغم قسوة الصراع والأوضاع الاقتصادية الصعبة. يعني احنا حتى لو لقينا دكان فاتح هنا ما بنقدر نجيب منه حاجة، لأنه في استغلال، يعني حتى لو الباكو بتاع الدقيقة الليلة ب 8000 حيديك له بقريبا من محله حيديك له ب 1000 جنيه، ما في ذل برضى. أنا كان قلت للمواطن كده بقول لك أنت مستغل. طوابير السيارات هذه وكأنها بلا نهاية في أم درمان تصطف إلى جانب محطات الوقود رغم يقين أصحابها بخلو تلك الخزانات من أي وقود، ولو توفرت فالأسعار المطلوبة غير متوفرة. أزمات السودانيين تتضاعف مع الانقطاع المتكرر لخدمات الإنترنت والاتصالات الهاتفية فضلاً عن شح السيولة النقدية وإغلاق البنوك، لتبقى أصوات الرصاص المتقطعة في هدنة هشة لتزيد مخاوف السودانيين من إطالة أمد الصراع. حنان المصري، العربية. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.